بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سائدتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني في سورة المجادلة آية 11، والآية كأخواتها من الآيات والسور لها سبب نزول من البديهي، وسبب نزولها طبعا هذه الآية تتكلم عن أمر اجتماعي، تتكلم عن أمر موضوع اجتماعي عند البعض يمكن بسيط بس عند الله مهم. فالآية الكريمة ماذا تقول؟ الآية مجموعة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار الذين كانوا في بدر، في بدر الكبرى، هؤلاء لهم تقديرهم، لهم تقديسهم، لهم إكرامهم واحترامهم. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصفة، الصفة منطقة ومكان، والمكان كان ضيق، مو مكان يعني جموع كبيرة، فالمكان كان ممتلي متروس مشحون ما بي مكان. فدخلوا من الأنصار والمهاجرين اللي كانوا في بدر، دخلوا بالمجلس، لما طبوا بالمجلس سلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا على الناس، وظلوا محتارين واقفين، ماكو واحد منهم فسح مجال لهؤلاء. شايفين هسه احنا يصير ازدحام وتقول له تعال قدام، تدخل علي ابويا، تعال شويه قدام، تعال شويه قدام، الجماعه اللي قاعدون اكو مجال شويه، ذكر روحك شويه، ما يفسح المجال، قاعد هالجيره بتشبنه ماكو، ما يتحرك زين، تقول مسمار. الشاهد مولانا هذولي ما حد يتحرك منهم ولا واحد، هذولي هم سلموا ووقفوا، وقفوا ظلوا يعينون يمين وشمال، وهذا قمه الاحراج، الانسان ينحرج اذا ما حد يفسح له مجال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأطراف من حوله أن يفسحوا المجال، قال فلان شوية تكتر، فلان شوية روح منك شوية كذا، على العموم سوى مجال ومكان إلهم، قعدوا. لما قعدوا طلعوا ناس زين، هذول مما يضدوا، ممن يضدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لهم تعالوا أنتم مو تقولون رسول الله،
يأمر بالعدل. ها إذا كان عادل شلون أنتم اللي جايين قبل هذولي وأمركم أن تتوسعوا أكثر وتفتحون مجال لهؤلاء؟ هاي مو عدالة. فظلوا يلعبون مولانا. الشاهد نزلت الآية، الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس شنو؟ فافسحوا. لأن المكان المولانا مو خاص لك أنت، وهذا من صفات المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ لأهل الإيمان. فمن علائم الإيمان إذا دخل رجل مولانا أو أنت عندك مجال أن تفسح المجال، ها أنت شنو؟ افسح المكان، افسح. من آداب الإسلام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى. ومن القائل؟ القائل منه الله سبحانه وتعالى. ومن الآمر؟ الآمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما بها زعل أن الإنسان إذا يقدر أن يفتح المجال لغيره فليفتح المجال لغيره. أنا أتخطر يوم كنا في فاتحة ضخمة جدا جدا، أحد الشيوخ العشائر كان متوفي وأنا كنت حاضر في الفاتحة، شيخ عشيرة ومعروف ولصيتة وثقلة يعني في إحدى مناطق إيران على العموم. فكان ازدحام 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 بمعنى الكلمة. المسجد كان ضخم، هو كلش ضخم، متروس المسجد والحوش وماكو ازدحام. فأنا قاعد بالصدر كنت قاعد، فدخل معمم عالم معمم، دخل مولانا سلم، ولا واحد يتحرك من مكانه، ولا واحد فسح له مجال، ولا واحد سوى له مكان، ولا واحد كذا. اصلا الرجال قال سلام عليكم، ظل واقف ماكو مكان، ومكان قاعده ماكو، يعني لو شوي لتشون مولانا شوي يصير مجال، لكن ما حد كان يفتح مجال له. فانا زعلت هواي، زعلت زين. فقمت قلت له شيخنا تفضلوا هنا مكاني. قال لا شيخنا. قلت له لا، تعال قعد مكاني. فقال لا، قلت له تعال انا عندي غايه بيها، تعال. فاجى قاعد مكاني انا. وين وقفت من المنبر قاموا الجماعه، شيخنا تعال هنا قاعد. قلت له لا المفروض الشيخ لما دخل المفروض انتم اذا ما تقوم سوي لك مكان اله. ها هاي من اداب الايمان، من اداب الاسلام، اذا بيها مجال سوي مجال زين. بعدين الايه تكمل، فافسحوا يفسح الله لكم. مولانا يفسح الله لكم يعني شنو؟ يعني إذا أنت وسعت لغيرك الله سبحانه وتعالى أيضا يوسع. هذا الفسح زين، تفسحوا افسحوا أو فافسحوا يفسح الله، بمعنى التوسع. شنو يعني الله يوسع لك؟ يوسع لك وين؟ بعض العلماء بعض المفسرين يقول يوسع رب العزة والجلال لكم في الآخرة في الجنة. الله يوسع لك وين؟ إذا أنت وسعت لأخيك المؤمن المسلم في الدنيا، الله يوم القيامة شنو هم؟ هم يوسع لك. احنا شو نقول؟ نقول لا، الآية مطلقة. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ما قال وين، ما قال بالدنيا لو بالآخرة. ما دام الله ما قال وين يفسح الله لكم، اذا هي مطلقة. الله يفسح لك هم في الدنيا، يوسع عليك هم، يوسع عليك وين؟ بالآخرة. شلون يوسع عليك مولانا؟ يوسع عليك بالرزق، يوسع عليك بالصحة، صحة الجسد، يوسع عليك بالرحمة، يوسع عليك بالمغفرة، يوسع عليك فكريا، يوسع عليك روحيا، يوسع عليك في العائلة، يوسع عليك في المكان في البيت. الله يوسع عليك بكل شيء. مع ذلك فوق الدنيا هم شو يوسع لك وين؟ في الآخرة. ها أيضا يوسع لك في الآخرة زين. هسه هذا شنو يعني؟ شوف الأجر ايش قد ثقيل، الأجر عظيم. يعني أنت إذا فتحت مجال لأخيك المؤمن مولانا شنو؟ الإسلام شي يقول لك الله، يقول لك أنا أوسع لك زين مولانا. يعني إيش قد مهم هذا توسيع المجال، إيش قد مهم للإسلام. يريد يقول لك أنه الإسلام ما ناسي شيء، ترى الإسلام مولانا القرآن، الله سبحانه وتعالى بالقرآن ترى أشار إلى كثير من القضايا، حتى في آداب السلام. أنت من السلم القرآن يعلمك شلون السلم. ها وإذا حييتم بتحية فحيوا شنو؟ بأحسن منها. واضح مولانا؟ هذا شنو؟ تعليم التحية قاعد يعلمك شلون السلم. الإسلام حتى ما ناسي السلام، من الطب اعرف شلون السلم، يقول لك آداب للسلام. بعش يعلمنا حتى طريقة التعامل مع النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هاي آداب المعاشرة، آداب التكلم، آداب مولانا السلام، آداب المجالسة، آداب الجلوس بالمجالس يعلمك القرآن. ها
يعني أمور بسيطة هذه، مو أمور أمور أنا أمر يعني أهمية غاية في الأهمية. زين إذا الله هاي الأمور ما ينساها، بس أنا أسألك هذا من تفسح، أسألك جاوبني، هذا من تفسح المجال لغيرك من أصول الدين؟ من أصول الدين، أصول الدين إيش قدنا؟ خمسة، التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة، هاي مو من أصول الدين. يعني اللي يطب ما عنده مكان شو يسوي له مكان، مو من أصول الدين. زين إذا مو من أصول الدين، من فروع الدين؟ عشرة فروع الدين، فروع الدين الصلاة الصيام الزكاة الخمسة إلى آخر، عشرة، التولي التبري عشرة. زين هذا فسح المجال لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، أمر شنو؟ أمر أخلاقي. لكن الله مولانا شلون يأكد عليه؟ شوف فافسحوا يفسح الله لكم. زين بالله عليك الله هذا 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 الشيء أمر أخلاقي ما ناسي وينسى أصل من أصول الدين اللي جماعة يومية مولانا يحشون وقالوا تعالوا، كأنتم مو تقولون الإمامة أصل من أصول الدين، كأن ليش ما مذكورة بالقرآن؟ صح ولا لا؟ يقولوا لما يقولون شو نقول؟ نقول شلون ما مذكورة بالقرآن؟ احنا عندنا عشرات الآيات، عشرات لا بل مئات الآيات تشير إلى ولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار سلام الله عليهم. إذا الله هذا فسح المجال، هذا فسح المجال، هسه طب الحج ما عنده مجال، شو يسوي لك مجال؟ ها مولانا هذا ما ناسي، فكيف إذا كانت الولاية والإمامة اللي هي أصل من أصول الدين ينساها مولانا؟ طبعا ما راح ينساها. فإذا هذا شنو مولانا؟ فافسحوا يفسح الله لكم. بعد شنو؟ بعد شو تكملة الآية؟ وإذا قيل انشزوا فانشزوا. انشزوا يعني شنو؟ النشوز بمعنى الأرض العالية، القاع العالية، شو يسمونها هاي؟ ناشز، قاع ناشز يعني شنو؟ يعني عالية. ولهذا يعبرون عن القيام، النشوز بمعنى بمعنى القيام. ولهذا المرأة اللي تطلع من بيتها ما تطيع زوجها شو يقولوا لها؟ امرأة ناشز. شنو الناشز يعني؟ يعني تشوف نفسها أعلى من أن تطيع زوجها. يقول لها مثلا سوي ليش؟ أنا أسوي لك إيش؟ أنت شنو؟ أنت عائلتك وأنا عائلتي، وأنت كذا وأنا كذا، هاي أكون نسوان. إيش واضح مولانا؟ ها شو يقولوا لها؟ يقول لها امرأة شنو؟ ناشز، تستنكف أن تطيع زوجها، ترى نفسها أعلى من الزوج، يسمونها ناشز بمعنى العلو بمعنى القيام. واضح مولانا؟ ولهذا اللي يطلع من قبره همه، اللي يطلع من قبره يقولوا له ناشز. ليش ناشز؟ لأنه بمعنى القيام من القبر. هنا الآية شو تقول؟ تقول وإذا قيل انشزوا يعني شنو؟ قوموا. شنو؟ فانشزوا يعني قوموا. إذا النبي قال لك قوم، أنت ليش ما تطيع النبي؟ قوم. لأن أنت قاعد مرتاح، يجي واحد مثلا من برا، رجال كبير مثلا، معلم مثلا عندك، أو أخوك الأكبر أو كذا، هذا تعبان نهلان عشان تعبان، فأنت افتح المجال، أنت ما دامك مرتاح قوم انطي المجال لغيرك، يعني لا تصير مسمار. شوف الإمام علي عليه السلام أكو رواية حلوة أنا أعجبتني فما فوتت كتبتها. زين اسمع هذه، يقول أربعة لا ينبغي للشريف أن يأنف منها، أربع أشياء الشريف كل ما يستنكف منها وإن كان أميرا، حتى لو شنو كان أمير مو مسؤول الكبرى، لا 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 مو عند، لا 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 ولو كان أميرا. الرواية تقول أربعة، أربع أشياء لا تأنف يعني لا تستنكف منها. شنو قال الأول؟ قيامه من مجلسه لأبيه. أنت إيش كبرك السير؟ إيش قد عندك مقام؟ إيش قد عندك أموال؟ إيش قد عندك علم وفهم؟ إيش قد عندك مسؤولية؟ إذا أبوك دخل، مع ما أنه علميا يمكن أنزل منك، مع ما أنه يمكن اقتصاديا أنزل منك، مع ما، بس أنت لا تستنكف، لا تقول والله هذا ما يصير، هذا زحم الناس، شو تقول هسه أنا قايم لأبوي؟ شنو؟ يقول لا تأنف يعني شنو؟ لا تستنكف. الأول قيامه من مجلسه لأبي، واحد. الثاني ما بيها استنكافها. الثانية وخدمته لضيفه، خدمة الضيف. عندك خطار ضيفك جاي، لا تستنكف أن تخدم ضيفك، والله أنا فلان وهذا ضيفي أنزل مني، شلون أروح أنا أقوم أضيفه وكذا؟ لا قوم، قوم. الرواية آداب الإسلام. بعد الثالثة وخدمته للعالم الذي يتعلم منه، خدمته لمن؟ أنت تخدم العالم حتى لو كان أصغر منك. العلم لا يعرف صغير ولا يعرف كبير، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. أن تقوم للعالم،
أن تقدم العالم، قال وخدمته للعالم، ما بيستنكاف. يقول الإمام وإن كان أميرا، حتى لو كنت أمير مولانا، من علمني حرفا فقد صيرني ماذا؟ عبدا. ها هسه هذا المعلم أي واحد العالم اللي كان. ها الشاهد هاي ثلاثة. الرابعة حلوة، الرابعة هاي حلوة مولانا. الرابعة، الرابعة يقول هذا لا تستنكف منه، شنو؟ والسؤال عما لا يعلم ممن هو أعلم منه. إذا عندك سؤال ما تعرفه لا تستنكف أن تسأل، اسأل اللي شنو أعلم منك. لا هذا صغير لحيته سودة وأنا لحيتي بيضة روح أسئله، لا ما بي شيء. أن تتعلم أولى من أن تبقى على جهلك، اتعلم أحسن من تبقى هيك مثل الحجار. وهذا حبيبي، إذن مولانا العزيز وإذا قيل انشزوا شنو فانشزوا، قوم. إذا الله ورسوله قال لك قوم، أنت شنو مولانا؟ قوم، ما بيها شيء. زين شنو هذولي؟ اسمع مولانا، هي المربط كلامي ترى أنا بالأخير. زين طبعا هذه مو شرط أن تكون دائما، أكو في بعض الحالات. شوف الإمام، أنا كاتب روايات جدا جميلة إخواني، الإمام علي عليه السلام، الإمام عنده رواية، أنا أول مرة أقرأ هذه الرواية على المنبر، أول مرة أقرأها وأعجبتني. طبعا كلام الإمام كله ما شاء الله، هو كله صاحب البلاغة. زين بس يناسب الموضوع، شو يقول الإمام علي عليه السلام؟ اسمعوا أخواني. الإمام علي يقول ليجتمع في قلبك اثنان، الافتقار إلى الناس والاستغناء عن الناس. اثنين أشياء خلي بقلبك، افتقر إلى الناس واستغني عن الناس. قالوا له سيدي شلون؟ شلون نفتقر إلى الناس ونستغني عنهم؟ قال له فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن سيرتك. سير مؤدب، سير خلوق، بسيرتك، بكلامك، بأدبك، بقعدتك. واضح مولانا؟ هذا افتقارك للناس. والاستغناء شلون؟ ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. خليك عزيز، لا تذل نفسك لأحد، خليك شنو مولانا؟ عزيز. الإسلام يقول، الإمام يقول وبقاء عزك، يعني شو تصير؟ سير عزيز، لا تذل نفسك لأجل الدرهم والدينار. والله أنا أروح أذن ما يوهي لفلان وعلان وما قدرني، شنو هذا فلان وعلان؟ خلي توكلك على من؟ على الله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هاي الناس كلها سبب، كل الفلوس اللي عندهم والمال اللي عندهم شنو؟ امانة من الله، امانة منطي له، يصرف بها كم يوم يعطيها منا باكر يجي لك ملك الموت كنسل ويمشي خلاص راح. زين اذا الامام علي عليه السلام يعلمنا الاداب. مع ذلك اخواني، مع ذلك هذه مسؤولية القاعد، مسؤولية اللي يطب. شلون اكو بعض الناس اللي يدخلون مثلا دخل زين الا يكون يقعد بالصدر، شايفينه هسه اكو مكان بالقاع ما يقعد بالقاع. هذا الحكي كله على اللي كانوا بالمجلس، هسه الحكي عن من؟ عن اللي يدخل. هذا اللي يدخل هم كون يراعي شويه، لما يشوف ماكو مكان مولانا العزيز وين ما كان شنو مولانا يقعد، بالاخص في مجالس الحسين، بالاخص في الحسينيات والمساجد. والله انا الا كون اقعد هنا، يقوم لواحد بالقوه او كذا او واحد ها او يقعد او يحصر نفسه بالقوه ويقعد، لا هاي مو من اداب الاسلام. انت اللي عليك تلقى عش تسوي، افسح المجال، واللي يطب هم كون يراعي الاداب. شوف النبي صلى الله عليه واله وسلم شو يقول لا يقيم الرجل من مجلسه. اذا واحد دخل لا يقول له والله قوم خلانا نقعد، ها يقول النبي قاعد يقول احنا مو اسلام لو لا احنا اسلام نتبع النبي لو ما نتبعه انتبع شي يقول، يقول لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، يقول له قوم هو يقعد، ولكن تفسحوا او توسعوا، يعني شوي افتح المجال. الامام الصادق عليه السلام يقول من رضي دون الشرف يعني شنو؟ يعني اجى انسان شريف مكانكم فوق يسير، شاف ماكو مكان قعد دون الشرف، يعني مكان أنزل من شرفه. واضح مولانا؟ أنزل من مقامه. الإمام الصادق يقول من رضي دون الشرف من المجلس لم يزل الله عز وجل وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. الملائكة أو الله يصلي على هذا ويستغفرون له لما شنو؟
لما يقوم مو شرط. هاي انا اتخطر في اليوم كنت اقرا مجلس، كنت اقرا مجلس في الحوزه العلميه، فمجلس والطلاب ومشايخ، دور القاعدين المكان كل مشايخ وخطباء وعلماء وما شاء الله اللي قاعدين هنا بالنص، ناس هواي متروس المكان وحوش، هسه يمكن الطلاب هم يسمعوني، وصحن الحوش مال الحوزه متروس كلش، ماكو مكان يعني، كلش ماكو مكان، مكان يعني تمشي ما تقدر. فانا اقرا واشوف البرة بعد ماكو مكان، فدخل واحد، دخل واحد وياه الشيخ عشيره، هو وياه سبعه ثمانيه، فقعدوا زين، قعدوا شيوخ عشائرهم قاعدين بالقاع، شيوخ عشائر ما شاء الله عليهم الله يحفظهم قاعدين زين. هذا من دخل، من دخل مولانا طر الناس، نوب يطيع على راس هذا، نوب ينتش على راس هذا، نوب بكتف هذا، وهسه يطيح وكذا، اجاني وصل يم المنبر هنا، وقف وقف بالنص وانا قاعد اقرا بالنص، ماكو مكان، وين اللي يقوم يتورط وين يروح؟ ظل عاين منا عاين منا يباوي، يريد واحد يفتح له مجال زين، ما حد فتح له مجال، التفت لي قال لي بالله انا وانا قاعد، نفس الحكايه قلت له انا، قال لي والله انا وانا قاعد، قلت له والله حجي تعال قد مكاني زين، يعني هاك شوف لك مكان وين ما تقعد، قاعد بعد حالك حال الناس، هسه مو هنا اقعد منك، مو منك قاعد شويه ورا، شو يصير تنقلب الدنيا يعني؟ ها ينقص مقامك، المقام ها المكان بمن؟ بالمكين، المكان بمن؟ بالمكين، واضح مولانا؟ فانت اذا عندك مقام ها مقامك، تقعد هنا محفوظ، تقعد هنا محفوظ، تقعد من الباب هم المقام شنو هم محفوظ. ولهذا يقولون فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحضر وين؟ عند الباب، مو لا شنو يعني مقام الزهراء نقص؟ طبعا ما ينقص مقام الزهراء سلام الله عليها زين. فالإنسان إذا جلس دون الشرف يعني دون مكانه فما ينقص منه شيء، إنما الله والملائكة يصلون عليه حتى يقوم، يعني يستغفرون له يدعون له لما شنو مولانا؟ لما يقوم البركة تنزل عليه لما يقوم زين. هذا من جانب، هسه نكمل الآية. الآية شو تقول؟ تقول وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفع عند الله بمن؟ شيئين، إذا تريد تتقرب إلى الله، إذا تريد ترتفع أكثر ترتفع درجات، الله بالآية يذكر، يذكر اثنين، ياهو الإيمان والعلم، الإيمان والعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، أول الإيمان، والثاني شنو؟ والثاني والذين أوتوا العلم درجات. إذن الرفعة والمقام بمن؟ بشيئين، بالعلم وشنو؟ والإيمان، إيمان وعلم. هسا واحد ما عنده إيمان عنده علم؟ لا. واحد عنده علم ما عنده إيمان؟ هم لا. إيمان مع علم، هذن اللي الله يرفعك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا الإمام علي عليه السلام خوش حكاية عنده، يقول قيمة المرء ما يعلم، قيمة كل إنسان بقدر علمه. ولهذا تعال نقول لك، تعال نقول لك، اسمع 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 الآية. أول آية نزلت على رسول الله شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية اقرأ وياي، أنا ناسيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأها، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعني. سؤال سؤال، أنت شاطر ذكي، أنت بعد من التابع المحاضرات كن تصير فطن، ها هنا جاب العلق وجاب العلم، العلق والقلم، شنو الرابطة بين العلم اللي هو القلم تعبير وشنو العلق؟ العلق وترون العلق شنو؟ ها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العلق هذه النطفة، النطفة نطفة الإنسان تتبدل كل فترة فترة في عند المرأة، تصير مولانا من بعد نطفة تصير علقة، هنوب تصير مضغة، هنوب تصير عظم، هنوب فكسونا العظام لحمة، هنوب تكتمل الآن ونفخت فيه من روحي. العلق علق، هذا العلق اللي الإنسان الله خلقنا من نطفة من علق، واضح مولانا؟ هذا العلق شنو رابطته مع العلم؟ الله جاب العلق وجاب شنو؟ العلم. شوف اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، شنو هاي زين؟ شنو ليش الرابطة بين العلق وبين العلم؟ الله ذكر أنزل شيء وذكر أعلى شيء، واضح مولانا؟ الله يقول أنا خلقتك من علق،
من علق من شيء لا يؤبه له أصلا، من نطفة لا يؤبه لها، ما حد ينتبه لها. لكن أنا إذا تريد تحصل المقام الشامخ فعليك بطلب العلم. وهذا عمرنا شلون؟ شنو رابطة العلق مع طلب العلم هذا؟ ذكر أدنى شيء وأعلى شيء، أشرف شيء. ها؟ أشرف شيء شنو مولانا؟ العلم. ها؟ ولهذا تعالى أنا أقول لك الملائكة سجدت لآدم ليش؟ اسمع اسمع أنا وياك، أنا وياك شوف. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم شنو؟ وعلم آدم الأسماء. عجيب، علم علم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إلى أن وصلوا شنو؟ قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن صار آدم معلم الملائكة، حصل هذا الشرف وهذا المقام. عن شو يصير؟ يصير عالم معلم. شوف الرواية، الرواية حلوة، الرواية عن نعم خلي أعطيك أنا بس أول آيات بعدين أعطيك الروايات. زين الآن العلم، شوف الأخلاق والعلم إخواني، شوف أخلاق النبي وعلم النبي، شوف أخلاق النبي شنو؟ وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي شوف، لكن لما يخاطب القرآن عن العلم شو يقول؟ فنك. وقل ربي زدني. شوف توجهت له، لا الأخلاق عظيم بس بالعلم شو يقول؟ وقل ربي زدني. شنو العلم؟ العلم بحر ما يتقاوش على قولتنا. ها يعني الآن متاع الدنيا اشقد؟ متاع الدنيا يعني كل شيء اللي الله خالقه بالأرض اشقد؟ ترى هو هواي تقدر تعده أنت؟ لا يعد. الآن احنا عندنا موجودات، عندنا مخلوقات بالبحر إلى الآن الناس ما اكتشفوها، العالم هذا العلماء يعني ما وصلوا إلى تلك النقطة اللي يكتشفون بعض المخلوقات. متاع الدنيا جدا كثير، جدا كثير، لا يعد ولا يحصى. بس الله بالقرآن شو يوصفه؟ يوصفها قليل. شو يقول؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا شنو؟ قليل قليل. إذا هذا متاع الدنيا الذي لا يعد ولا يحصى عند الله شنو؟ قليل. هسه نجي للعلم، شو يقول عن العلم؟ يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا مطيكم شوية علم. شوف متاع الدنيا قليل، ويقول حتى العلم اللي أعطيتكم إياه شنو مولانا؟ شو العلم؟ شنو هذا؟ شنو العلم؟ يعني عظم هذا العلم، واضح مولانا؟ الآن الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا لا يعلمون؟ أكو استواء بين اللي يفهم والما يفهم، بين العالم والجاهل؟ ها؟ ماكو استواء، ماكو أي مقارنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده رواية جدا عجيبة، جدا عجيبة، يقول النبي فضل العالم على العابد. واحد يعبد بدون علم، واحد عالم ويعبد، يا أبو الأفضل العالم العابد. ها؟ ولا أنتم تتذكرون قصة، والله طويلة ما بينا نجيبها، أكو قضية يونس عليه السلام. يونس لما أراد أن يدعو على قومه، ها، عدة اثنين ربع آمنوا به، جماعة كلها كفروا به. يونس عليه السلام عنده واحد عابد، واحد شنو؟ عالم، عابد وعالم، جابهم اثنينهم ربعة بس، هذول آمنوا به. قال أبوي أريد أدعي على الجماعة، الله يهلكهم يعني نزل عليهم العذاب، شو تقولون؟ العابد قال نعم يستحقون، يعني الله يأخذهم كلهم. ها؟ العالم إيش قال له؟ العالم قال لا يا نبي الله، أنت خليك شوية ريض عليهم، دير بالك هؤلاء أمتك. فمن بعد التصميم صمم عن شنو يونس عليه السلام يدعو، خذ كلام من كلام العابد له العالم، العابد دعا، لما دعا دعا وطلع، والعابد هم راح وياه، وبعدين طاح بالسفينة، من السفينة هم فالتقمه الحوت وهو مليم إلى آخر، فنبذناه في العراء وهو سقيم إلى آخر. زين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ظل العالم ويا الناس بس هو مؤمن بيونس، والعابد طلع ويا يونس عليه السلام. دعوة نبي ترد له ما ترد؟ ما ترد دعوة النبي، ما ترد. إيش سوى هذا العالم؟ إجا العذاب، اجى العذاب على الامم، على هاي امه يونس عليه السلام، تراكمت السحاب صارت حمراء كالحمم، تمطر عليهم شنو مولانا؟ حمم، نار نار، يعني تذوبهم مكانهم. ايش سوى العالم هذا؟ قالوا اخرجوا، اطلعوا اطلعوا بالليل،
باكر هالصبح، لأن هو أخبرهم على أن هذا العذاب يكون عند الفجر الصبح، عند طلوع الشمس كلها تموت. زين، فهذا العالم ايش سوى؟ طلعهم بالليل، طلع الناس نساء ورجال كلهم طلعوا، طلعوا في منخفض الجبل، واضح مولانا، او عزل الاطفال عن الامهات، او حتى فراخ الحيوانات عزلهن من اماتها، ها عزلهم. طبعا جمع ام البشريه، ام البشريه يسمونها امهات بالها، ام الغير بشريه يسمونها امات، ها توجهت مولانا. ام النوق ما يقولوا لها امهات، شو يقولوا لها؟ امات. ام الدجاج ما يقولوا لها امهات، امات. ام الذئاب امات، بس امي امك امهات، وضع مولانا. فهذا سوى العالم، عزل الاطفال من الامهات، او عزل الفراخ من امات الحيوانات. ظلت الولد يبكي، ها يبكي يريد امه طول الليل، يريد امه، والام تحن على يمن على ابنها، والفراخ ايضا كذلك الحيوانات، واحد يريد امه، ها. وهالمجره صار قريب الفجر، يقول بان السحاب، السحاب بين عليهم احمر، يريد يمطر عليهم حمم فوق الجبل قاعد يجي. قال لهم طلعوا الاطفال الى الامهات، وطلعوا ايضا الفراخ الى الامهات، طلعوهم. صارت ضجه، الاطفال شافوا امهاتهم، والامهاتهم شافوا الاطفال، والحيوان كذلك. الام تصرخ والطفل يصرخ، والحيوانات تصرخ صغار وكبار. قالوا الآن تضرعوا إلى الله أن يدفع عنكم البلاء، يدفع عنكم العذاب. فدعوا صغير وكبير وأطفال وصغار ونساء ورجال، كلهم ضجوا بالبكاء. وإذا السحابة وصلت على رؤوسهم، تقول الرواية الله أمر جبرائيل أن يدفع العذاب، فيصب العذاب على الجبال، صب العذاب على الجبال ولم يصب عليهم. الله دفع عنهم العذاب، ودفع دعوة نبي ببركة شنو؟ عالم، ببركة عالم. شال العالم شو يسوي؟ العالم ايش قد عظيم اخواني، ها. ولهذا شو يقول؟ شوف عابد، انت عدالك اللي ذبحوا الحسين مو مسلمين، ها، ما يقرون قرآن، يقرون قرآن، ها، يقرأ قرآن ويصلي، يمكن يصلي اكثر مني ومنك بعد، ها، اكثر مني ومنك، بس هذا عابد بلا علم، بلا معرفة. تعالوا صلي قبل، ها، بلا معرفة. لكن العالم يختلف. شوف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتم شايفين القمر في ليلة البدر ايش قد مضي، ايش قد حلو، يضيء كل الارض، حتى يغطي نوره، يغطي على نور النجوم، ايش قد عظيم، ها. اسمع يقول النبي، فضل العالم على العابد، اسمع، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إيش قد العالم مهم على العابد؟ عجيب. أنا قرأت رواية يمكن عجيبة هاي لك مولانا، يقول شوف أنا أكو رواية ثانية أيضا عن رسول الله كاتبها، ما رتقرأها بس بعد هي أجت استطرادا مولانا. يذكر فضل العالم على العابد درجة، فضل العالم على الشهيد درجة، والشهيد على العابد درجة، ها. إذن درجة ودرجة، عالم وعابد. في رواية ثانية يقول فضل العالم على العابد 100 درجة، بين درجة ودرجة عدو الخيل 70 سنة. ما توجهت أنتم، عرفت شلون مولانا؟ بين العالم شوفوا عجيبة أخواني، هاي رواية أنا ما أتذكرها ترى، خاف يصير مبالغة، بس هي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فضل العالم والعابد، عالم وعابد. شنو مولانا؟ انت هسه واحد كاظبيته 24 ساعة صلاة وقرأت قرآن وصيام، وواحد دراسة وينقل للناس ويصعد منبر وينبه الناس وسوه هيك، ياهو عند الله أعظم. يقول بين هذا وهذا ايش قد مولانا؟ 100 درجة، بين درجة ودرجة عدو الخير 70 سنة. هواي مولانا، هواي، يعني فاصلة لا تقاس بين العالم وبين ما تقدر تقيسها أصلا، لا قياس. هل قد مهمة، ها، وهل قد فضل العلم مهم؟ هذا معروفة قصة هذا العابد. أكو عابد من العباد عبد الله سنين وسنين وسنين من بني إسرائيل، عابد بدون علم، يعبد 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 مولانا، سمع أنه أكو جماعة يعبدون شجر، أكو شجرة يعبدونها من دون الله، فقال أنا لازم أروح أقطع الشجرة هاي، فأخذ الفأس ماله وراح لهم. من راح لهم بالطريق شاف له رجل معدل واقف، قال له إلى أين أيها العابد؟ قال له والله أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. من أنت؟ قال له أنا أبو مرة. أبو مرة ياهو،
إبليس الشيطان قال له ما تريد يا أبا مرة؟ قال له تصارعني أنا وياك نصارع، إن صرعتني اذهب لقطعها وإن صرعتك فارجع. قال هاي خلى الفأس مولانا الصارع، وهو إبليس صرع إبليس، العابد صرع إبليس صرع، لما صرع قام قال له هسه روح اقطع الشجرة. قال له هذه الحكي هسه أنت لا تقطعها اليوم، بس ارجع أنت الليلة نام وباكر الصبح سترى شيء تحت الوسادة شوفها. هذا صار شوية مولانا عنده فضول يريد يشوف والله شنو زين، فرجع قال هسه هي باكر اقطعها. رجع إلى البيت وحط راسه على المخدة يمته باكر الصبح يسير ويشوف شنو حدر. ها فصار الصبح شال الوسادة المخدة شاف دينارين حطهن بجيبه، وهذا وين شاف دينارين؟ هذا عابد بدون علم. خلى الدينارين قال هسه يلحق، يعني أنا هسه عندي عبادة أخلص عبادتي وباكر إن شاء الله أقطعها، العبادة أولى. زين ظل يعبد، عبد صار باكر شال المخدة شاف دينارين خلاهن بجيبه، قال يلحق ما صار اليوم باكر. زين نعم صار يوم الثالث شاب دينارين حطها. ها قال هو موسى بدينه وعيسى بدينه، اي مني هاي طبعا. زين انا اي شأن اللي لهم خليهم هم يطبون لنا انا اطب للجنة. ها خلاص انصرف عن قطعها. يوم الرابع شال المخدمة لقى دينارين، شد حزامه خذ الفاس وراح. زين هذا عابد من دون علم، شاف ابو مرة مترهي عليه ايش حط ايده على خاصرته، قال له وين؟ قال له اقطع الشجر. قال له تقطع الشجرة؟ قال له نعم. قال له صارعني؟ قال له صارعتك من قبل؟ قال له لا هسه صارعني، هسه صارعني. زين هذا صارع يا إبليس، وإذا إبليس شاله وهطر بالقاع دق بالقاع. مرة ثانية قام هاي وقال شاله دق، قال له اسكت خلاص عم يرجع لبيتك روح روح. قال له ليش؟ قال له في المرة الأولى كان غضبك علما لله، بس المرة الثانية أنت فقدت العلم والمعرفة فقدتها، الدراية والتدبر والعلم فقدتها، هسه كان غضبك لأجل الدرهمين اللي تحت المخدة. ها ما شوف الجماعة ما يتوفقون مولانا، ما يتوفق ليش؟ يشير وكذا وهذه وما قاعد يخدم الناس، لأن بس قاعد يبلع بس قاعد يبلع بس قاعد يبلع، وين يقدر يخدم الناس بعد؟ وهذا حبيبي الشاهد مولانا العزيز، إذا عابده أو عالم. زين أنا أنقل لك رواية جدا جميلة، يمكن هذه الرواية عجيبة لبعض الناس الأخوة، بس الرواية موجودة في كتاب خلطتك الاحتجاج، كتاب الاحتجاج للطبرسي. الإمام الهادي عليه السلام في زمان الإمام الهادي كان فقيه عالم، فقيه عالم كان يحاور النواصب، الناصب الناصبي اللي يبغضون أهل البيت سلام الله، هذا يحاورهم على طول، وعنده قوة حوار وفقيه عالم كبير. ذاك اليوم الإمام الهادي قاعد بالصدر، وبنو هاشم والعلويون كلهم قاعدين من حواليه، كلهم قاعدين بالصدر ماكو مكان. دخل هذا العالم، العالم كان عامي مو سيد، يعني مو علوي ولا هاشمي. من دخل ايش سوى الإمام الهادي؟ الإمام الهادي شاف العالم دخل، قام الإمام الهادي راح عند الباب، استقبل العالم فأدخله في المجلس وأجلسه بمكانه. وين قعده؟ الإمام الهادي، الإمام الهادي إمام مفترض الطاعة، قعده بمكانه. فهاي شوية غاض بعد بعض الجماعة شوية خوشاي، بعضهم يتحسسون بعض اللي عندهم هذا. قال ابن رسول الله ما أنصفتنا يا علي ابن محمد الهادي النقي، أنت ما أنصفتنا حيث أجلست العامي وقدمته علينا وصدرته علينا، ونحن من بني هاشم ومن العلويين، شلون صدر علينا وهذا عامي؟ إيش قال الإمام؟ اسمع، قالهم إياكم وأن تكونوا، هذا النص كلام الإمام، إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله. قالوا إيش قال الله؟ قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نعم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بعض الناس يقرأ الكتاب بس ما يقبل القرآن، يقرأ قرآن بس شنو ما يقبله. قالوا له ماذا تريد أن تقول؟ قالهم أترضون بكتاب الله حكما؟ أي قالهم إن الله قدمه عليكم مو أنا اللي قدمت عليكم. قال له وين الله قدم علينا؟ قالهم أما تقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال نسب، أنا بن شيخ العشيرة، أنا بن شيخ الطائفة، أنا ابن فلان وعلان، لا قال شنو مولانا؟ إيمان والعمل
الصالح وكذلك شنو العلم. زين يقول ايش قال لهم الامام؟ فلم يرضى للعالم المؤمن الا ان يرفع على المؤمن غير العالم. انتم مؤمنين بس شنو مولانا؟ غير علماء، بس هذا مؤمن وشنو؟ وعالم. الله فضل عليكم مو انا اللي مفضل عليكم. واضح مولانا؟ فالعالم إلى درجة عظيمة مولانا. زين ولهذا الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم ياهم رؤساء العلم، أول العلم، منبع العلم، مصدر العلم، أول العلم وآخر العلم ياهم محمد وآل محمد. هذول أهل العلم مولانا صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا أهل الجهل أرادوا القضاء على أهل العلم، وبالفعل هرعوا على الحسين عليه السلام وقتلوا الحسين سلام الله عليه. ورجع زينب سبية إلى دار الحسين، رجع زينب سبية إلى دار الحسين، دخلت في دار الحسين سلام الله عليه وهي باكية ناعية. يقول فدخل عليها أخوها محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية أخوها شاف زينب في تلك الحالة. أزينب هذه؟ أنا زينب اللي يحجون عني، أوسلية المصايب ما سلني، أم صايب حسين الدوهنني نزلا على عيوني وعمني. يا زينب ماذا جرى عليك؟ أخي زينب ماذا جرى عليك في كربلاء؟ قالت خويا خليني أعاتب، أخويا خليني أسالف لك، أكو موقف مأذيني. شنو يا زينب مأذيني؟ إجا واحد يا أبو جاسم سطر عيني. يا زهرة يا زهرة يا زهرة، بدك ترضى لهيك واحد يسطرها؟ لا إله إلا الله. تقول لأخويا خليني أعاتب، أخويا خليني أسألف لك، أكو موقف مأذيني، إجا واحد يا أبو جاسم سطر عيني، سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين أمها. يا زهرة بعد يا زينب ماذا جرى؟ أسألف لك يا خويا لو بعد كافي، لا يقل لك الساط اش سوى بجتافي، لا يقل لك الحس يا بس شفافي، لا يقل لك بعد زيادة مش ألمها. ماذا جرى زينب؟ أسالف ضيم قلبي وحكي آلامه، أو من نحكي يا خويا تهبط الهامه. ماذا جرى؟ الهامه خويا واحد قال اريد سكي انا خدام. ايوه حسينا، ايوه سيدا، واحد قال اريد سكينه خدامه، انا مشيت درب ما مشيت، مشيت وذبح خيي رافقت، من قلة الوالي، من قلة الوالي دخلت، والله شتم والدي وانكر وصي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. على جروحي قمع
مرضى فيه وأنا بروحي نجم طار.